السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا لكم اليوم فيديو جديد، معكم محمد من قناة مستر سنايبر. مقطع اليوم نشرحكم على موعد نهاية الرويال باس الشهر 12، وأيضا نعرفوا متى موعد نهاية تقييم السيزن الحالي وتصفير نقاط التقييم، وأيضا موعد بداية الرويال باس والتقييم الجديد. بس قبل ما نبدأ مقطعنا، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. في حال عندكم أي ملاحظة أو سؤال أو تعليق حلو مثلكم اكتبوه تحت بالتعليقات. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. في البداية ومثل ما ظهر أمامكم الآن، أول ما ندخل على قائمة الرويال باس، في حال لو ركزتوا أسفل الشاشة بيظهر معنا تاريخ بداية ونهاية الرويال باس الحالي. ومثل ما ظهر أمامكم الآن، الرويال باس 12 بداية معنا من تاريخ 18/6 وبينتهي في تاريخ 18/7، والرويال باس الجديد بيبدا في فجر تاريخ 19/7. يعني في حال لو عندكم مهام ما لفتوهاش وما وصلتوش الار بي للـ50، اخر يوم عندكم لحتى تجمعوا فيه نقاط ار بي هو تاريخ 18/7، فحاولوا انكم تكونوا مكملين مهام الرويال باس قبل نهايه تاريخ 18/7. اما بالنسبه للتقييم ومثل ما ظاهر امامكم الان، حتلقوا في اعلى يسار الشاشه تاريخ بدايه ونهايه تقييم الموسم الحالي، واللي مثل ما ظاهر امامكم الان تقييم الموسم الحالي بدأ معانا من تاريخ 19/5 وبينتهي في تاريخ 18/7، يعني مثل موعد الرويال باس الحالي، يعني في فجر تاريخ 19/7 بيتسفر التقييم وبيتجدد معانا للموسم الجديد. ونحب ننوه انه هذا الموسم اخر موسم في السايكل، يعني بمجرد انتهاء وتصفير التقييم الموسم الحالي بيبدأ مع التقييم الجديد السايكل 3 او العهد الثالث. ومع بداية السايكل 3 بتتغير السكنات الخاصة بالسايكل، واللي بالعادة تكون سكن بدلة مع غطاء الرأس ميثيك، وأيضا سكن لزلاجة الهبوط. يعني باختصار، التغييرات في التحديث القادم تعتبر كبيرة، لأن بنشهد بداية السيزن الجديد وأيضا بداية السايكل 3 وأيضا الرويال باس الشهر 13، واللي أكيد حيكون لهم تغطية أول بأول على القناة. فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد يخص التحديث القادم. وفي النهاية نحب ننوه أن مود السر العتيق بيرجع المدة الجاية على لعبة ببجي موبايل، وأيضا قمنا باستعراض العرض التشويقي الخاص بمود السر العتيق وقمنا بتحليله في المقطع السابق. المقطع بتلقوه في التعليق المثبت وبيظهركم فوق في الكارد. اكتبوا لي رأيكم تحت في التعليقات، اعطوني رأيكم في سكنات التقييم الموسم الحالي، واعطوني رأيكم في سكنات السايكل الموسم الحالي، هل نالت اعجابكم او لا ولماذا؟ ارجو من الله ان يكون المقطع قد نال اعجابكم. في حال عجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. روابط صفحات القناة على التواصل الاجتماعي تحت بالوصف، لا تنسوا تشتركوا فيها ليصلكم كل جديد يخص القناة. شكرا على مشاهدة الفيديو للنهاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.